أثارت مغنية الراب المغربية إلهام العرباوي الملقبة إيلي بنت الساتي الجدل في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في فيديو رفقة حبيبها في وضعية حميمية وهي تتبادل القبل معه. وظهرت إيلي في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وهي تتبادل القبل مع حبيبها الرابور المعروف بالزعيم وهم يتحدثون مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأحدث الفيديو بمجرد انتشاره ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعض متابعيها أن سلوكها يدخل في إطار الحرية الشخصية وهو تعبير عن قيمة سامية حسب ما جاء في بعض التعليقات، فيما ذهب آخرون على اعتبار التصرف الثنائي مبالغ فيه وغير لائق لطبيعة الجمهور الذي يتابعهم، خصوصا وأنهم في الغالب ينتمون إلى فئة المراهقين. يشار إلى أن العرباوي ارتبطت بالرابور المعروف باسم الزعيم بعد أن انفصلت عن الرابور حليوة تتابعها المشاكل من كل حدب وصوب. المشاهد تي في. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.